وعلى وبركاته. اليوم غادي نخدم هاد الحلويات المنزليه لذيذه جدا سهله. انا درت فخاز سيترون و بالعصير او دورانج تشينا. ودروك نمرو كيفيه صنع هاد الحلويات. حقو مغرف كبيره تاع اكل تاع عصير ليمون، حقو كاس تاع جو، اي نوعيه تاع جو نتوما تبغوها. ومن المهم نصفوها. هنا نسحقوا نص كاس سكر، نسحقوا 3 في تاع جيلاتين حلوي. طبعا اوراق الجيلاتين غذائيه. نبداو على بركه الله. الكاسرول زيدوا مغرف تاع عصير ليمون، نزيد السكر، ودروك نحطوهم على النار. دروك نجيبو 3 فوي دو جيلاتين نحطوهم في الماء بارد 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 زعما خرجنا. خلوهم بوندون 5 مينوت في الماء بارد تاعهم 5 دقائق. خلوهم على جهه ونروحو نطيبو العصير مع السكر والليمون تاعنا فوق النار حتى تغلي. باستمرار باش السكر ما يلصقناش تحت. هو تغلي كما قلت شوف بدا تغلي 5 دقائق. طبعا باش تقالن ها هو الجيلاتين تاعنا كما راكم تشوفوا. خاصة يولي لكم كما هكا عادك باش تقلعوه من ماء بارد. ودروك نصفوه هنا. غادي نطفو عليه دروك النار، غادي نقلعو فوق من فوق النار نحطو لي فوي دو جيلاتين تاعنا. ونخلط حتى يذوبولنا كاع لي فوي دو جيلاتين. دروك نجيبو هادو تاع الكلاصون سامبل كيما هادو كيما اللي عندكم في الدار، ماشي مشروط وحدين سبيسيال. ونحط نفرغوه هنا ونخليه في الكونجيلاتور بوندون 30 مينوت يعني 30 دقيقه. وما ندخلوش دروك كي راه حامي، خلوه حتى يبرد باش ما نضيعوش الكونجيلاتور تاعنا. خرجناها من الكونجيلاتور كما راكم تشوفوا حاكمه روحها. دروك نقلبوها هكا ونديروا لها المحامي هنا بصح بالبونش باش تدي مولانا. نبقوا نمسحوا طبعا نديرو الماء حامي. شمخو هنايا بالماء حامي يعني ماء ساخن. كي درنا لهذاك الماء حامي مره تخرج لكم فاسيل.
صدقوني جو بنان بزاف دي بونبون ساهلين منزليه ما عرفوش نخدم فيهم شي كيما تاع برا ما عارفينش باش خادمينهم لا جيلاتين حلال ولا ماشي حلال هاكا نكونوا مطمنين على الاكل اللي انا ناكلو فيه خصوصا بالنسبه للاطفال دروك بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا دوز اون غوم تاع اون غوم عاديه كما هادو انا اختاريت دوز غوم عطر الفراوله وعطر الليمون نسحقوا مغرف تاع ليمون تاع اكل طبعا تاع عصير ليمون نسحقوا كاس ماء وكاس سكر ولي فو دي جيلاتين حلال نجيبوا كاسرول نحطوا فيها الماء نضيفوا السكر نزيدو الليمون دروك نحطوها فوق النار ونخلوها تغلي طبعا مع التحريك باش ما يوصلناش السكر حتى تولي تغلي كما الخطره الاولى كي تدير بزاف الفقاعات نحطوها فوق السطح طبعا نقبضوا كونتي تقليلا نحطوها فوق سطح بارد ماشي مشمخ باش نعرفوها لا راهي مليحه ولا لا شغل لا يقابضها روحها كيما نحسب تكون تلصق تشوفوا هنا السكر كاع راه دايب راه باقي غير الماء ونستمر في التحريك حتى يديرونا الفقاعات انا خليناها تغلي مليح فوق الغاز ودروك جبنا ماء بارد فيه الغلاسون بصح الغلاسون خاصو يكون دايب ونديرو كات فو تاع جيلاتين تاعنا زوج نزيدو زوج ودخل دروك نحطوهم في الماء لمدة 5 دقائق كما راكم تشوفوا هنا يبدا يغلي حنايا ما نديروش لاغوم تاعنا فيه وهو حامي نخلوه حتى شويه يبرد كما لاغوم تتبخر وما يجيناش كاع ما يجيناش ما يجيناش لوغو وما يجيناش الريحه تاع كما راكم تشوفوا دار بزاف فقاعات بصح مازال نزيدو نخلوه شويه وما نخلوش بزاف خاطر شكون نخلوه بزاف يعطينا هذاك اللون الاصفر وهكا ما يخرجلناش وحنا نبغوا يحافظ على اللون تاعه الشفاف هذا اللي يكون كاين دروك نزيدو نخلو يدير الفقاعات ها كيما راكم تشوفوا دروك كتل الفقاعات غادي نجيبو صحن طبسي عادي كيما هكا ونديرو فيه هذاك اللي ها راهي تلصق صافي صاير مليح الغاز ودروك نطفو عليه الغاز غادي نحطو لي فيو دي جيلاتين صفيناهم طبعا كما الفيديو كما الوصفه الاولى بعد ما خليناهم يرتاح في الماء بارد 5 دقائق ونبقاو نخلطو نخلطوهم مليح باش كاع لي فيو دي جيلاتين يدوب من هنا نبردو فيه شويه
كما راكم تشوفوا راه ثقيل وهكا يكون مليح. دروك انا نبغي لاغوم تاع الليمون، غادي ندير لاغوم تاع الليمون بزاف. غادي تاع الفخاص نديرو مغرف صغيرة، خاصنا نخوفو شوية باش ميجبدلناش يجمدلناش عفوا. غادي نزيد مغرف، درك هنا نديرو سيترون، نديرو قد زوج مغارف نخلطو تانيك. دروك نديرهم في دي مول سامل كما هادو، نديرو فيهم الخليط تاعنا. نشوفو درناهم في الليمون ودروك نحطوهم في الكونجيلاتور. كما راكم تشوفو الصحن التقديم تاعنا راه واجد، انا حطيت حبات في البورسات كما هكا وحبات خليتهم عاديين كما راكم تشوفوا راهم مشهو. وغادي نوري لكم كي دايره من الداخل. كما راكم تشوفوا بنينا بالبزاف، وان شاء الله تجربوا الوصفه وتخرجكم ناجحة. وإذا خرجتكم ناجحة وعجبتكم كتبوا لي في التعليقات. ومع السلامة.